نمتاز بالتصاميم الهندسية ونلبي نطاق الخدمات من ناحية السيارات الهندسية اللي هي الدراسات والاستشارات وخدمة الإشراف وإدارة المشاريع. هنا أحدثكم اليوم عن بعض المشاريع المتنوعة في مدينة الرياض، وكان يمتاز عندنا اللي هو برج الصميم القائم في مدينة الرياض على طريق الملك فهد. يمتاز المشروع أنه جاي على الطراز السلماني، والطراز اللي هو كان متحدي من ناحية التنفيذ مقارنة بالعناصر الهندسية الدائرة حواليه. المشروع هذا حاز على الجلوبال وورلد اركتكتشرال اوورد 42 العام الماضي بسبب التصميم الهندسي اللي يواكب اللي هي الاستدامه والكواليتي اوف لايف. المشروع الثاني كان اللي هو مشروع حديقه الزهور القائم في مدينه الرياض على مساحه 14000 متر مربع. المشروع اليوم في نقله نوعيه من ناحيه الببليك باركس التي اول شيء تخدم عامه الشعب، إضافة في اللي هو المكاتب المتنوعة والإدارية. عندنا اليوم كمان مشروع اللي هو برج جيود، وهذا المشروع يمتازه بحيث أنه هو موجود في مدينة الرياض في حي مربع. فعندنا حي مربع اليوم يمتاز بفرصة جدا جميلة، وهي إعادة تهيئة الأحياء السكنية الموجودة فيها. زرت هذا المعرض بالقصد ان نحن نحصل نبذة عن السوق السعودي وآلية العمل في المجتمع السعودي، وما شاء الله الشركات المشاركة جدا مميزة وشركات كبيرة ومشاريع قائمة جدا وواعدة، والسوق جدا كذلك واعد. فما شاء الله لفينا على المعرض وجدنا انه في اشياء جدا مفيدة وممكن نستفيد من هذا المجال، و ما يمنع ان كذلك ان نشوف السوق السعودي ويكون لنا نصيب منها كذلك باذن الله الواحد الاحد. بعد ما صدرت رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 في تقريبا ابريل 2016، احنا خطونا خطوات صراحه متسارعه فيما يخص المحتوى المحلي. طبعا المحتوى المحلي يشمل اشياء كثيره، لكن احنا ركزنا على توطين ونقل التقنيه. من التوطين ونقل التقنية يتطلب صراحة جهد كبير وعمل شاق وتكلفة كثيرة، ولكن احنا كشركة تحملنا نقل كثير من هذه القدرات المملكة العربية السعودية في الشركات السعودية. الآن لدينا شركات سعودية مؤهلة للقيام بأعمال الصيانة والتوظيف والإصلاح، وكذلك شركات أخرى في مجال التصنيع. طبعا بعد تأهيل هذه الشركات في هذا المجال أصبح الخدمات التي توفرها اللي كنا نشتريها من الخارج أو نستقطبها من الخارج أو نرسل قطاعنا للإصلاح من الخارج، الآن أصبح إصلاح هذه المواد وتصنيع هذه المواد في المملكة العربية السعودية، وبالتالي أصبح المصروف الصرف أكثر في الداخل، وزاد عملية اللي هو المحتوى المحلي بالإضافة لتوظيف السعوديين واستخدام شركات من تخص الخدمات والنقل والتدريب وتوفير الطاقة البشرية. فأصبح المحتوى المحلي عندنا الحمد لله والشكر العالي جدا، كما أسلفت وصل إلى 50% في كثير من المشاريع.